عرفت اللي صار يا ظافر؟ وش اللي صار؟ سهيل ما قال لك هو طالع؟ لا ما لحقت عليه. عابد خويكم صح؟ الله الله خوينا. طيب تدري وين الحين؟ لا أذكر آخر مرة اجتمعنا كانت قبل أمس. عبد انقتل يا ظافر. انقتل؟ ايه انقتل، ولقينا الجثة بالبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر مرة شفته متى؟ شفته قبل أمس، كنا مجتمعين في استراحة تميم. صار في شجار ولا هوشة بينه وبين أحد؟ لا طال عمرك، قضيناها فلة وناسة وبعدين كل واحد راح بيتهم. طيب الساعة كم كانت يوم يرجع البيت؟ أتوقع حول 11 في الليل. أحد عشر بالليل. طيب من هو اللي وصل للبيت؟ أنا اللي وصلته، وقعدنا نتكلم شوي في السيارة، بعدين هو نزل بيتهم وأنا رحت. راح ودخل البيت. الصباح ما تواصل مع أحد فيكم؟ أنا عن نفسي لا، أسأل الباقيين شوفهم. أشوف تأثير الخبر عليك عادي جدا. بالعكس بالعكس طال عمرك، أنا مصدوم ومن الصدمة ما أنا بقادر أتنفس، لكني متماسك. التماسك شيء طيب صراحة، بس تميم يقول إنك أقرب واحد له، يعني المفروض يعلمك وين كان رايح اليوم الثاني. إيه صح، أنا أقرب واحد يعني خويه، بس ما دق علي ولا قال لي شيء. زين، ولو احتاجنا شيء ثاني نستدعيك. سم عمر يا طويل العمر. ولو عندك أي معلومة تجي هنا وتبلغني فيها. أبشر طال عمرك أبشر. حنا كذا خلصنا، تقدر تمشي مؤقتا. تامر شيء ثاني طال عمرك؟ لا سلامتك ورضاك، تفضل.